بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. عبد النبي، انت بتعمل ايه يا عبد النبي؟ والله بنظف. حضرتك شايف كده اهوت، عشان ممكن حد يكون ده في العمل، يكون ده في البيت هنا. عبد النبي، هنا، في اي حته، عامه في اي مكان. انا متعود على كده، انا اشتغل على طول، مدور خياط وانظف في البيت. بتدور. انت عملت حمله نظافه قبل كده يا عبد النبي؟ كتير. اماكن كتير. ونظفت وروقنا الدنيا على قد ما قدرت. طب ازاي بقى الحمله؟ ازاي بتنظف يعني؟ غير بتدور ازاي؟ بتشوف الحاجات دي مدفونه ازاي؟ لما بزرع مثلا زرع، او مثلا رش حوالين منه زي كده اهوت. ايوه. ويحصل نكش في الارض. اعرف على طول اذا كان حد دفن حاجه ولا ما دفنش. بتعرف على طول. اول باول على طول. بلاقي حاجات كتيره، يعني بلاقي اعمال كتيره هنا في المكان مدفونه. زي ايه قبل كده؟ على ما زي الاعمال اللي هي بالطوب، اللي معموله طوب وردي ملفوف قماش. الاعمال اللي هي الصور اللي بتبقى محروقه. ايوه. والورق اللي بيبقى مكتوب عليه بحبر. وبعد كده بقى الحاجات اللي هي بقى بتبقى ربنا يعزنا منها، اللي هي لقيه الخروف دي. اللي يعني ايه؟ يعني ايه لقيه الخروف يا ليه؟ لقيه الخروف دي بتحط فيها دبابيس. يا ساتر يا ساتر. وبتعمل عليها بقى تعويذ بقى من الاخوه اللي هم الدجالين، اللي ربنا ساتر يا رب. ان شاء يا ساتر يا رب ويرازيهم في اعز حاجه. في ناس بتلجا لهم دلوقتي في كل الحالات وفي كل الحاجات. اي حاجه الناس بتلجا دلوقتي للاعمال وللسحر وللدجل. استغفر الله العظيم. واللي بقى لك كام سنه شغال؟ كمل. انا دلوقتي مولود في المقابر ومتربي فيها، وياما فكنا اعمال وياما شفنا اسحار. وبقول لاي حد بيأذي حد يرجع لربنا ويسامحه. ف ماشي ماشي تمام. ايه اغرب بقى حاجه انت شفتها في المقابر اللي انا عملتها؟ اغرب حاجه شفتها في المقابر والناس اللي بتيجي تاذي بعضيها، واقرب الناس لبعض. زي ايه بقى؟ زي ايه؟ يعني بقى بشوف ليه خروف. بتشوف ايه؟ ليه خروف محطوط فيها الدبابيس. ايوه. ديت بتخلي صاحبها يتعب، ما يقدرش يمشي. ايوه. ويفضل يسلي 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 لغايه لما يختفي خالص. ساتر يا رب. صاحبها علي صوتك معلش. بيفضل صاحبها بيفضل يسلي 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 لغايه لما يختفي خالص. ايوه. وبعد كده بيموت وما تعرفش ايه المرض اللي عنده. طب انت ترى بيبقى لك كام سنه؟ انا دلوقتي بقالي مولود في المقابر ومتربي فيها. ربنا وريني عمد. وريني بتحفر ازاي. انا اسف. أنا دلوقتي انت دلوقتي ماشي. دلوقتي ماشي. حسيت ان في حاجه. بحس ان في نكش. وريني. او ما اعمل كده. اعمل كده. لقيت الارض ناشفه، خلاص كده ما فيش حاجه. الارض ناشفه ما فيش حاجه. لا لا لا، مره تاني. مره تاني. انا اسف. يعني انا دلوقتي باجي على المكان. أيوه. بعمل كده. بعمل كده. لقيت الارض ناشفه تحتيه، كده مفيش حاجة. لو حد دافن حاجة بيضطر يفحط لها شوية. فبتلاقي الأرض طرية. زي كده مثلا. زي كده. أهو. بس هنا طبعا مفيش حاجة أهو. لو في حاجة كانت ظهرت معايا على طول. ففي أماكن تانية بنمشي فيها ونعمل نفس الموضوع دوت. أيوه. وبننظف. طبعا رصة الطوب اللي أنا ببقى حاططها هنا أو هنا أو في أي مكان ببقى عارف. وأنا ماشي كده أهوت بلاقي حد بيعمل حاجة غلط، بجري عليه. بتعمل إيه؟ بلاقيه بيعمل، بيحط عمل، بيحط سحر لحد، بيأذي حد. بس كده أهوت. وأنا بقول لكل واحد بيأذي حد ياخد باله، ربنا هيجازيك برضه باللي أنت عملته. بتاخد بالك إزاي من الحاجات دي؟ أنا إن في واحد مثلا في المقابر في الحتة الفلانية وراك وراك بيحط بيحفر. أنت عينيك عينين يعني. في ناس بعد ساعات بيجي يقولوا للناس هنا في المقابر احنا عايزين ندفن دوت وتاخد الفلوس اللي انت عايزها وبتاع. ايوه. فالناس دي بتتصل بيا بتقولوا لي، بيقولوا لي في واحد جاي بعمل وعايز يدفنه، فين الشارع؟ يقولوا لي في الشارع الفلاني. اقوم انا جاري وراه اخد منه العمل وافكه واظبط الدنيا معاه وامشيه.
بس اديله اللي فيه النصيب يعني من كلمات. انا عارفك شديد. مش لازم ضرب. لازم اهانه. هو كلام بس. هو ممكن يفوق لنفسه ويرجع لنفسه. تقول له هبلغ. لا هو بص انا دلوقتي المشكله كلها في ايه؟ المشكله ان ما كانش الواحد يعامل ضميره مش هيعامل ربنا ولا هيعامل اي حد. واحنا أيوه. الضمير عندنا في ناس كتير الضمير فيها مات. من لمؤاخذه من فنانين لدكاتره للاعيبه الكوره لمهندسين. كل الناس دلوقتي بتحقد على بعضيها في نفس المهن. وده تحذير يا جماعه. في ناس قعدت في بيوتها ولاعيبه الكوره قاعدين في بيوتهم ولا داعي لذكر الاسماء. احنا بنقول اللي اذى حد وعارف نفسه ان هو اذى حد او هيقدر يشيل الاذى منه يجري عشان هيلاقيه في عيال. ايه اللي بليت الخروف ده؟ ليه؟ انا اسف يعني. اللي بتحط فيها الدبابيس بتجيب لصاحب العمل نفسه بتجيب له زي هشه في العظم. هشه في العظام. مفيش عظام بتبقى زي الميه. بيقعد يسلي 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 لغايه لما يبقى ساتر يا رب. عنده شلل اطفال. جات لك الحالات زي كده يا عم عبد النبي؟ كتير. كتير. أيوة. وقابلتها حتى من اهلي انا نفس الضر وناس واتعمل لهم نفس القصه دي. ايوه. برضو كان في ناس حصل مشكله كده هو بين الناس وبعضيها. نفس القصه برضو وناس اذوا. بقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي اذى حد. قول لي بقى ابن ابي انت بتقول بقى لك يعني كتير شغال في المقابر. دفنت مين من المشاهير؟ دفنت كتير والله. زي الفنان حسن الاسمر. الفنانه مرات استاذ حسام. كتير يعني. وريني بتدور ازاي كده على النبي. في دقيقه كده ننهي بيها. وريني بتدور هو حضرتك يعني او بتعرف ازاي؟ انت بتحسها ولا بصراحه؟ هو سبحان الله. بصراحه هو سبحان الله. انا اقول لك اسالك السؤال بصراحه. هي الحاجه دي انت بتحسها ولا ايه؟ بيبقى ليها زي ريحه. جسمك بيشمئز. شعرك بيقف اما بتمشي في مكان غير طاهر اولا. لان انا منعت ناس كتير كانت بتعمل الفحشاء. ايوه. في المقابر. اما امشي في مكان غير طاهر انا بحس المكان. اما امشي في مكان في اذى بحس المكان. رخر لو تيجي معايا خطوتين انت قدام. نظفت. انا معاك. انا صورت مقلب تراب كبير. ايوه. كان بيتحط فيه جميع الموبيكات. احنا دلوقتي نظفناه وشلنا منه الزباله والناس اللي كانت بتيجي تعمل حاجات وحشه. كل ده اختفى دلوقتي. ورينا بتدور ازاي؟ يعني مثلا يا بسم الله. بتبقى مزروعه تحت النخله. ورينا. واحد يجي يقوم عامل ايه؟ طبعا هنا بص مفيش نكشه. هنا مفيش نكش. انما انا لو جيت عملت كده مثلا وانت جايب مثلا ده عمل جيت حطيته كده وانت عامل كده انت باصص كده مفيش حد خلاص ببتدي اسيبه منكوش كده. لما انا ابقى جاي بقى معدي كده اهوت وابص كده لو حضرتك بصيت يا استاذ هاني هتلاقي في نكش. الارض مش متساويه زي بعضيها. تقوم عامل كده اهو. ده في حاجه ايه انا اصبحت ان ايه ان النكش هو اللي بيبان. ايه اللي بيبين معانا الايه الاعمال والاماكن اللي فيها حاجات تضيف. اشكرك. العفو.